دابا الخوت غادي ندخلوا للصح اوثنتيكيشن او بيرميشن. المهم هنا خصك تعرف باللي الا بغيتي دير اوثنتيكيشن ولا بيرميشن خصك تكون عارف بعدا شكون اللي كريا ديك لوبجيكت او شكون اللي كريها باش نقدروا نخليو هذاك اللي كريها يتحكم فيها وش الاخر لا. الادمين يتحكم فيه وش الاخر لا، هذا الحاجه الاولى. ثاني حاجه ماشي اي واحد بغيتي انت، ماشي اي واحد يتحكم في الابليكاسيون، خاص يكون اوثنتيكيت يعني خدمه باوثنتيكيشن والابديت والديليت داكشي اللي كاين. الكرياتور بوحدو اللي يدير الابديت والديليت، الادمين الا بغيتي انت دير الادمين يتحكم. اما اللي جاي جديد لابليكاسيون ولا ماشي اوثنتيكيتد عنده الحق فقط ريد اونلي، يقرا فقط. المهم هاد جو سطوره هادو خصنا اجوتيهم في الموديل ديالنا بغينا يتحكم به اليوزر اللي بغينا ستوري. اشكون اليوزر اللي كريا في الموديل دوت باي؟ موديل دوت باي عندنا هنا صور الخوت، نجيو هنايا يعني. نديرو ادجستور هادو اللي هي كتعني اونر. اونر مالو في المودلز دوت فورين، حنا عندنا المودلز هاي ماجوتينا مودلز دوت فورين كي. فورين كي ديال من؟ ديال اليوزر. فورين كي اللي كاين في الارتيكل اللي متعلق باليوزر، هادشي ريليشن شيب فهمتيني، حتى هذا موضوع متقدم فهمتيني. ريليشن شيب مهمة قبل ما تدخل تعرف شي لونغاج كيخدم بالويب سايت وكذا، حيت الويب سايت اكثرية تخدمو بالريليشن شيب بزاف. المهم انا واحد الفيلد من الاخر، هذا واحد الفيلد كيتستورا فيه الاي دي ديال اليوزر، صافي تو سامبلومون. ريليتد نيم ما نديرو سنيبتس، نديرو ارتيكلز. اون ديليت موديل كاسكاد، شنو معنى موديل كاسكاد؟ يعني مثلا اليوزر الى اللي درنا ليه ديليت اليوزر سوبريما، حنا هادشي كامل لي زارتيكل كاملين اللي كرياهم داك اليوزر يعني اللي متعلق الاي دي ديالو هنايا غيت سوبريما صافي. وهايلايتد موديل تكست فيلد، يعني هو تكست فيل. تكست فيل التكست شنو فيه؟ فيه الاي دي ديال اليوزر صافي. هذا مكان هنا الخوت غندير واحد الامبورت، هاد الامبورت غادي يخدم لينا في الفونكشن سيف. اوكي نديرو امبورت بعدا نشوفو اش كاين فيه الامبورت هذا. كتبونا حنا في الكومنتير امبورتد for relationship. اوكي okay. هذا ما كان الخوت، هذه وحده. ثاني حاجه نشوفوا بعدا الستورج فيهم ثلاثه، قلت لك سير باي نيم اتش تي ام ال فورماتر والهايلايت. هايلايت اللي جايه جايه لهنا و اتش تي ام ال فورماتر اتش تي ام ال والليكسرز، يعني قلت لك زير باي نيم ليكسرز مثلا هو اللي مكري مثلا، يعني هاد القط هذا هاد اليوزر نسميه ليكزر. اوكي ماشي مشكل، اهم حاجه هي هادي طات سيف. هنا درنا الديفينيشن ديال سترينغ ديال الكلاس فيها، بس نزيد واحد الماده اخرى اللي هي سيف. المهم كما عارفين لي زاركيمو كتهزيه كتاخذ واحد لي زاركيمو. ليكسر هو قلنا جيت ليكسر باي نيم سيلف لانجويج لينينوز والاوبشنز والفورماتر والهايلايت. المهم هادشي نشوفوه من بعد. المهم خصنا نديرو شي تعديلات مثلا هنا سنيبت ما جاتش ارتيكل.
انا بعد هاد السوبر هادي كتريفيري كتريفيري الموديل، حيت هادي هاد الارتيكل كتورد الموديل، يعني السوبر كتريفيري شي حاجة اكبر من الارتيكل. هنا في الهايلايت كاين عندنا سيلف دوت كود. هاد سيلف دوت كود خص تبدل دولا تايتل، ما مشو الخوت اللي رجعنا للتوتوريال الاول اللي هو سيرياليزيشن، هلقاو هاد الكود هادي واللي نينوس واللانجوج والستايل كلهم متعلقين غير بالاكزامبل اللي درنا. لينوس يعني الحيد عندنا اي حاجه فيها لينوس، يعني مثلا هادي دي وحده تعلق بلا اتش تي ام ال والتخربيق، فهمتيني؟ قلنا لينوس والكود نحيدو شي حاجه سميتها كود، مكاينش شي حاجه سميتها كود. نحيدو لينوس لانجويج، نحيدو اي حاجه سميتها لانجويج، حيد لي الليكزا. المهم اش نقولك باش نسهلو اجي نحيدوها كامله، صافي نحيدوها كامله مالهاش بغيتها. صافي حيد لي هادشي كامل. دابا غادي نبداو ريموفيو الداتابيس ديالنا، نحيدوها فهمتيني، نحيدو الداتابيس ونحيدو الميغريشن باش ناجوتيو الميغريشن الجديدة ونديرو لها ميغريت. اوكي خوت هذا مكان، سو نديرو كنترول سي هنا او حيدناه، نجيو هنا ما كنتو نجيو نبدا نكوليو بحبة بحبة. المهم هادشي هادو زويونين حيت تيختصر عندنا بزاف ديال الحوايج، نخليهم مسجلوهم عندنا في الجانجو نوت. صور الخوت غادي نبداو بسطر بسطر. رام ما كايناش، عرفتي علاش؟ حيت حنايا ماشي في الباش، حيت حنا في الباش ماشي في حنا. دابا شنو نديرو لها؟ نديرو لها بحال هكا، نديرو دال هنا اوكي. لا مدرناش اف، هاي تسبريمات هادي وحده. تاني حاجة نديرو ارم دير، نديرش ارم دير، ندير سنيبت ميغريشنز. ما عندناش سنيبت ميغريشنز ولكن عندنا ابي ميغريشنز. قلت انفاليد سويتش خصنا نقلبوها عاوتاني، ويندوز سوا حماق شي شويه مع راسو. يس يس يس. تاني حاجه بايثون ميك ميغريشنز، يلا خدم لنا اخويا، خدم خدم خدم. مسامح ميك ميغريشنز في ابي، يلا سير سيدي ها الابي. احنا دابا درنا الميغريشنز، نديرو مرات باي ميغريت. اوكي
يلا الخوت، احنا دابا خدمناها بالويندوز شالية ولا ويندوز باس. يلا المعديرة دابا الخوت، نمشيو نكريو السيبريوزر ديالنا. فوالا الخوت، سوبر يوزر، يوزر نيم شنو نسميه؟ شنو سميناه في الاول؟ سميناه سوبر يوزر. سوبر يوزر، ايميل ادريس، واخا سوبر يوزر على باس تيست دوت كوم، باسورد من 1 حتى 9 كنا، اجين من 1 حتى 9. يس ماشي مشكل. اوكي دابا حنا خدمنا ادمين ديالنا السوبر يوزر. اوكي الخوت، كما كتشوفوا هنايا في اليوزر خصنا نزيدو هاد الكلمة هادي. نشوفو بعدا الفايل فين عندنا في سيريالايزر دوت باي، ولكن باش نضمنو بأن اليوزر ما يتخلطش لينا مع الأبي،